هل ما سمعته صحيح يا أخي؟ أنا وأرطغرل سوف نخرج إلى الطريق قريباً وسنذهب إلى أوغاداي. وأنت ستقتله على الطريق؟ هذا القرار عائد لأرطغرل. تورغوت وبامسي والمحاربون سيأتون معي أيضاً. سلمت سيدي. القلعة في أمانتك جونال. سلمت سيدي. أنت المسؤول عن القبيلة والسوق يا سيد أرتوك. الأمر لك سيدي. لقد دفنت زوجتك منذ فترة قصيرة، وبينما لديك طفل لا يزال في مهده، ستذهب وتفارقنا؟ نحن نضحي بكل شيء لتنفيذ أوامر السلطان. ألديك أخبار جيدة؟ نويان بقي في خان أرطغرل سيدي، وهناك احتمال كبير بأن ينطلقا معا. هذا الخبر جميل جدا. نويان أفضل قائد لأوغاداي وسفيره أيضا. إن مات الآن فأوغاداي سينهي السلاجقة. مسحت أثار الماضي ورميتها من قلبك تورغوت؟ أرى أنك متوتر أمامي. قريبا جدا ستذوق من كأس الآلام الذي أذقته لقبيلتنا وأحبائنا. وأنا اعتبرتك بمثابة الأم. ابنتي سوغاي، هيا أخبريني، ما مشكلتك ولما أنت حزينة؟ إن سمحت لي سيدتي، أريد أن أذهب الآن إلى حيث دفنت ابني كي أذهب شوقي له. بالطبع سأسمح لك، اذهبي وأذهبي شوقك لولدك هناك، وسوف يرافقك المحاربون أيضا. شكرا لك أم هايمة، لن أتأخر. لو أنك بايعت أوغاداي في ذلك الوقت بدل أن تصبح خادم ذاك السلطان وتنفذ أوامره الغبية، لكنا الآن في طريقنا إلى تونا يا أرطغرل، ولم تلكنا نهرها كما امتلكنا أنهارا كثيرة كسيحون وجيحون والفرات ودجلة وغيرها من الأنهار. لو أني بايعت أوغاداي خان لكان العالم انهدم فوق نويان. كان سيصبح سلاحنا واحدا وسرنا الطريق نفسه، ولم تكن حتى السماء لتتسع لحلومنا. إن استمريت بالتفكير هكذا قبيلتك ونسلك لن يريا الراحة طوال حياتهما، فسلطانكم لا يريد إلا أن ينتقم لوالده. ما الذي تقصده نويان؟ أقصد أنه بدل أن تصبح رسول السلطان ستصبح قائد جيش أوغاداي وصاحب عزوة في دولته.
سوف نحاصرهم من كل الجهات، ولا أحد منهم سينجو منا. لكن أهم هدف لنا نويان، سنفعل كل ما بوسعنا لكي نقتله، لن يخرج من هنا سالما. هل فهمتم؟ فهمنا سيدي. هناك قادم. من هذا؟ قائد القلعة جون آل. وماذا يفعل هنا؟ إياكم أن ينتبه لأي شيء. مرحبا سيدة ألملة. أهلا بك سيد جون آل، شرفتنا. أهلا بكم. ما شاء الله، عملتم في المنطقة بشكل جيد. نحن فقط نحاول أن نفعل كل ما بوسعنا. هل هناك مشكلة من طرفنا؟ لا لا، اطمئنوا، لا مشاكل. قلت لآتي وأرى المدبغة، وأردت أن أسألك بعض الأسئلة. من أين أتيت؟ وماذا كنت تفعلين قبل أن تأتي؟ فنحن لم نتقابل. هيا تفضل إذن، فلنشرب العيران. شكرا لك. أنتم تكبرون ككرة ثلج وتتدحرجون نحو الهاوية منذ فترة طويلة، ولا مكان كي تهربوا إليه. أصبحتم في قاع الهاوية، وستستسلم لنا دولتكم وجميع قبائلكم. وبدل أن تستسلموا قصرا، تعالوا واستسلموا بشجاعة أمام أوغاداي، وسوف تصبحون ملوك الدنيا لا عبيدا. هل تفهم قصدي؟ فلتذهب روحك وروح ملكك إلى جهنم أيها الكلب نويان. خسرنا الكثير من الأرواح، لماذا؟ مقابل لا شيء. ليس مقابل لا شيء نويان، من أجل الحرية. وهل تظن نفسك حرا يا محارب عبد الرحمن؟ اصبر قليلا، بعد وقت قصير إما ستصبحون عبيدا أو أنكم ستموتون. عبد الرحمن، نويان، والآن أين كنت قبل أن تأتي إلينا؟ كنت في ضواحي قيصري، كنا نصطاد في الجبال وننتج الجلود لكي نبيعها في السوق. قيصري؟ التجار هناك متحدون ولا يعملون إلا معا، وأنت لست منهم. كيف بعت الجلود هناك؟ لم نبقى كثيرا لأننا
عندما لم نكسب المال أتينا هنا. فليسلم السيد أرطغرل، نحن نكسب المال بفضله. فليسلم. كنت صياداً إذن؟ بالطبع، أصطاد منذ طفولتي وأنا ماهر برمي السهام. هذا واضح من القوس الذي تستخدمه. صنع من خشب السنديان، وهناك عظم خروف على كل طرف. هذا القوس يعطي السهم قوة مضاعفة عندما يشد جيدا عليه. لقد اشتريته من تاجر. يجب أن تستخدمه منذ الطفولة حتى تصبح ماهرا به، لأن هذا القوس قوس مغولي. لكنك أظهرت مهارتك باستخدامه بعد أن اشتريته. أنت شجاع. كفانا حديثا الآن، فعندي عمل في القلعة، عملا موفقا لكم. وسهامك أمام أي أحد أيها الغبي؟ ألم أقل لك لن يستخدم أي أحد أغراض المغول هنا؟ أولان غويا، هذا الرجل داهية، فما الفرق إن كان رأى القوس أم لا؟ كان يشك بنا منذ أن أتى، ألم تنتبه؟ معك حق بيرغوت آي، كان يشك بنا وجاء إلى هنا لكي يثبت شكوكه هذه، ونحن أيضاً ساعدناه. سنقضي عليهم لنزيل شكهم. يجب علينا الآن أن نزيله هو ليزول الشك. ليس لدينا أي حل. اذهب حالاً واقتل جون ألف يا مرجان. فليكن الرب معنا في هذه المهمة. هيا. اهجموا! من أطلق السهم علينا؟ هيا هاجموهم أيها المحاربون! لا أريد أحداً منهم حياً! القائد رومانوس! رومانوس! القائد رومانوس! ستر أيها القائد! تعالوا إلي يا عديمي الأصل!
مكان إلى بئر من الدم واجعلوا الدماء تسيل من رؤوس جميع هؤلاء. هؤلاءهم. أحضر السيدة سوغاي حية. أهربي سيدة سوغاي. أمسكوا بها، إنها تعرف. انتهى اللعب أيتها المرأة، فاستسلمي وتعالي معنا، لن تهربي. لن أسلم نفسي لعديمي أصلاً مثلكم مرة أخرى. لم يبقى ظلم لم تذيقوني إياه، ودفنت ابني تحت التراب بسببكم. أفضل الذهاب إلى جهنم بدل الذهاب معكم. يبدو أنك لن تفهمي. Ah!
نفسي. جئتك يا أخي. هل أنت بخير؟ بخير يا أخي، بخير. بامسي لا زال على الأرض سيدي. يجب علينا أن ننهي الأمر بسرعة حتى نعالج بامسي. اللعنة. وإن كنت على الأرض في ساحة القتال يجب أن أقاتل حتى آخر قطرة دم. أخي بامسي بطلي. تكلم بامسي، قل أي شيء يا أخي. بامسي بامسي قل أي شيء. هل يليق بك الهروب بعد أن قتل فرسانك بسببك؟ انظر، اتركني وتعال إلى بلاجيك وسأعطيك ما تريده. حسنا، اتفقنا. إذا ذهبت إلى هناك فسوف أطلب رأسك، وأنت لن تعطيني إياه، سأخذه الآن. سيدي، وإن كنت على الأرض في ساحة القتال فأنا سوف أبقى أقاتل. اهدأ يا بطلي، ارتح قليلا. عبد الرحمن، ستأخذ بامسي بسرعة إلى الخان مع باقي الجرحى،
تحت أمرك سيدي. ستكون بخير أخي، لا تقلق. انظروا من أحضرت لكم. انتظر نويان. ولماذا أنتظر؟ قطع رأسي هذا الوضيع ليس من حقك، بل هو من حق سيدي بعد أن خان عهده معه. إن كانت سيوفكم لا ترى شيئا سوى الخيانة، فنحن سيوفنا لا ترى إلا الحق. سوف نجعل دماءكم التي تجري داخل شرايينكم تجري مثل نهر يسيل على أراضينا. بامسي قلب، بامسي قلب، أفق بامسي قلب. سيدي، بامسي قلب فقد وعيه. بامسي أخي، هيا استيقظ يا بطلي. هيا افتح عينيك بامسي، تحركوا بسرعة، سنأخذه إلى الخان. بسم الله. هيا بسرعة. هيا هيا أخي، هيا بسرعة. يا ابنتي سوغاي، ترى أين أنت الآن؟ أين أنت؟ أتسمحين لي أم هيمة؟ تفضل يا سيد أرتوك. السيدة سوغاي طلبت مني الإذن لتزور قبر ولدها، وأنا قد أرسلتها مع المحاربين ولم يعد أحد منهم. لا السيدة سوغاي ولا المحاربون لنعرف ما الأمر. هذا الشيء ليس علامة خير أبداً. المسكين عثمان يبكي ويصرخ في الداخل من شدة الجوع. هل أخبرتك أين مكان قبر ولدها كي أرسل المحاربين إلى هناك؟ أتسمحين لي أم هايمة؟ أدخل يا دومرول. جاء إلى الخيمة مصاباً أم هايمة، ولديه ما يقوله لك. دعوه يتمدد هنا بسرعة. ماذا حدث يا ولدي؟ ما الأمر؟ أين سوغاي وبقية المحاربين؟ لقد اختطفوا السيدة سوغاي. ما الذي تقوله؟ من هم؟ هل تعرفهم؟ لا أعرفهم سيد أرتوك، وجوههم مغطاة، ومن كانوا معي استشهدوا، لم أستطع منعهم. رحمك يا رب. جونكوت، دومرول، هيا أخبرا المحاربين بسرعة ليبحثوا بدقة في كل مكان. قل لهم ألا يعودوا قبل أن يجدوا سوغاي. أمرك سيد أرتوك. سيد أرتوك. هيا لنأخذه إلى خيمة العلاج. هيا. ترى من هؤلاء؟ ماذا يريدون من السيدة سوغاي؟ يا إلهي، أرجوك ساعدنا يا رب. من اختطفها؟ ما رأيك بهذا؟ إنه جيد. سنذهب غدا صباح. ما رأيك أنت؟ نعم أنا أوافقك الرأي. حسنا حسنا، سنجلس ليلة أخرى. تفضل. شكرا لك. يا إلهي، إنهم المغول. اهربوا، ارحمونا أرجوكم. خذوا كل ما في الخان، لكن لا تقتلونا. أبي، لا تقتلونا أرجوكم. يا صاحب الخان، أنا ابن سليمان شاه أرطغرل، هؤلاء المغول ضيوفي. أهلا بك سيدي. أحضر ماء ساخنا وقطعا من القماش. هيا أفتاليا بسرعة، اركضي أحضري ماء ساخنا وقطع قماش. هيا أفتاليا بسرعة بسرعة بسرعة. يجب أن ننقذه بسرعة.
لا يجب أن يفقد دماً أكثر. ساعدوني. تحمل أخي. أين هو الماء الساخن؟ هيا. جاء سيدي جاء. يا إلهي. بسرعة جنودي مصابون. تحمل يا بطلي. ستكون بخير يا أخي، لا تقلق. انظر، أنا أنظف جرحك. يقولون إن يد الأخ تجلب الشفاء. أجل، أجل. هيا يا أخي، هيا افتح عينيك. يا إلهي. لقد أنقذت حياتي اليوم، ولكن لا تظن أنني مدين لك. أنقذتك لأن هذه وظيفتي نويان، وما عدا هذا لا يهمني بقدر ذرة. سيد أرطغرل، إن سمحت لنا فسنساعدك في إنقاذ الجرحى. شكراً أيها السيد. عبد الرحمن، اخرج أنت واحرز المكان مع المحاربين. بأمرك سيدي. ستكون بخير أخي، ستكون بخير. هيا يا بطل، هيا أفق يا أخي. هيا. من أين خرج هؤلاء؟ خيراً دومرول، لقد اختطفوا سوغاي سيد جون آل. السيدة سوغاي؟ من اختطفها؟ لا نعرف من يكونون. ذهبت لكي تزور قبر ولدها، وكان معها المحاربون، وقد هاجمهم رجال لا يعرفونهم. واحد من المحاربين نجا وأتى لإبلاغنا، وخرجنا للبحث عن السيدة سوغاي. إذن لنذهب بسرعة قبل أن يحل بها شيء. هيا دومرول، هيا. إذن أحدهم اختطف المرضعة. هذا الخبر قد ينفع أولانغويا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي، يا شافي، يا شافي، يا شافي. Mm-hmm.
إن شاء الله سيعود إلى وعيه مساء. إن شاء الله سيدي، إن شاء الله. لقد أتى الشيطان سيدي. أينما ذهبت ترى نفسك محاطا بالأعداء يا أرطغرل؟ وإن لم تتحرك أبدا سترى الخيانة القادمة من قبيلتك تحيط بك. كلما كان الجبل عظيما طريقه يكون أصعب نويان، والحمد لله نحن نعرف كيف نبقى صامدين مهما اشتدت علينا الأحوال وضاقت بنا السبل.